لمزيد من التعليق والمتابعة أيضا مشاهدينا الكرام بشأن ما استعرضته مرشحة الرئيس الأمريكي بايدن كسفيرة العراق أمام مجلس الشيوخ والرسالة التي احتوتها، معنا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث ودراسات كامل الحساني. مرحبا بكم أستاذ كامل معنا. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. إذن أستاذ كامل، السفيرة الأمريكية تريسي جاكوبسون المرشحة للعمل في سفارة بلادها لدى بغداد استعرضت المهام التي وضعتها على رأس قائمة أولوياتها وركزت على نقطتين: العمل المصرفي في العراق ونفوذ إيران. لماذا برأيك التركيز على هاتين النقطتين على رأس أولوياتها إن إذا يعني منحت سلطة أو عملها في السفارة ببغداد؟ بالعموم مع الأسف أنه هذه الدبلوماسية وأغلب الدبلوماسيين مخضرمين وزارة الخارجية الأمريكية الآن مقتنعين تماما أنه الالتزام بالقيم الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان وحكم القانون والديمقراطية أصبحت لا معنى لها بعد ما بين الرأي العام الأمريكي والعالمي بأنه الحكومة الأمريكية تعمل بالضد حتى من مصالح الأمة الأمريكية، وخاصة بعد أن أوضحت سياستها في قضية طوفان الأقصى والالتزامها بمصالح إسرائيل وتقدمت حتى على مصالح الأمة الأمريكية. أما ما علقت عليه المرشحة لتكون سفيرة في العراق فهذا سمعناه من أغلب المرشحين الذين رشحوا للسفارة الأمريكية في بغداد ورؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق في قضية العراق، القضية الأولى اللي هي الأمن وموضوع الاقتصاد وموضوع المسار الدبلوماسي. هم يعتقدون بأنه إيران تتدخل بشأن العراقي ومسيطرة على العراق. طيب. ويتكلمون بلغة عريضة عامة هامة أنه سيواجهون إيران وميليشياتها. أما الموضوع الاقتصادي والموضوع المالي هذا بالفعل الأمريكان منذ تغيير وإلى يومنا هذا هم ملتزمين بالموضوع المالي ويعتبروه من أساسيات السياسة الأمريكية لأنه مرتبط بقوة الدولار. الدولار الآن مغطى بأسعار الطاقة سواء إنتاج الطاقة في أمريكا والخليج والعراق جزء منها، وسيستمرون بالدفاع عن مصالحهم في هذا الموضوع. يعني كما تفضلت تريسي جاكوبسون أكدت ضرورة دعم وزارة الخزانة الأمريكية هذا الجانب لربط العراق المالي الدولي. طبعا في أول رد فعل على هذه الفقرة أيضا يعني ميليشيا العصائب دعت هذه السفيرة المرشحة إلى الابتعاد عن الجانب المالي للعراق، كيف تفسرون هذه التصريحات؟ التصريحات هي مثل ما بينت هي عائمة أنه في كل السفراء الذين تم تعيينهم بينوا بأنه سيلتزمون بربط العراق بالمنظومة المصرفية الدولية، ولكنهم فشلوا. الحقيقة هنالك كثير من الثغرات تتعامل بها المافيات والعصابات وبدعم أحيانا من الحكومة ومن القيادات السياسية لأنه غير مسيطر عليها. أما تعليق العصائب وبقية الميليشيات على الموضوع المالي فإنه هذا أيضا تعليق غير موجع لا للسياسة الأمريكية، ويعرف الطرفين أنه الكل يلعب ويلف ويدور بهذا الموضوع بدون أي عقبات ولا عقوبات. وحتى موضوع العقوبات التي تفرض على بعض القيادات شخصيات منظمات مؤسسات فإنها غير فاعلة وبينت أنه عدم فاعليتها، بدليل أنه لم نسمع أنه أحد من الذين تم معاقبتهم أو مستمرين ضمن قوائم المعاقبين قد تأثروا بهذه العقوبات وما زالوا ينشطون ويعملون وفعالين ونافذين في العراق وخارجه. لماذا برأيك لماذا لا تضغط الولايات المتحدة لإصدار عقوبات جدية على هذه الميليشيات إذا كانت بالفعل تتحدث عن نفوذ إيراني وتدين دائما هذا النفوذ عبر الميليشيات والأذرع الإيرانية في العراق؟ لماذا لا تعمل بجد على القضاء عليها؟ ليست لدى أمريكا وسيلة غير أنه تدرج أسماء
من القيادات والمنظمات والأحزاب أو العصابات في قوام العقوبات. هذه كلها يعني أنا أعتبرها ورقية ولا تساوي الجهد الذي تبذله دوائر مهمة في وزارة الخارجية ومتعاقدين مع وزارة الخارجية وشركات ومكاتب حكومية وأهلية أمام قيمة المعاقبين الذين يمارسون نشاط بالفعل داخل وخارج العراق ومستمرين لأنها غير ذات فعالية. لأنه يعني حتى بعض الميليشيات مثل ميليشيا أنصار الله الآن المدرجة على لائحة العقوبات في الخبر الجديد، يعني هي شريك أساسي للحكومة في العراق وحتى يمثلها في الحكومة وزير العمل الحالي. إذن يعني الولايات المتحدة ربما تجد حرجا في ذلك، لأنها المشكلة أصلا في الحكومة التي هي مكونة من أحزاب وميليشيات تدعمها الولايات المتحدة، أليس كذلك؟ نعم بالضبط. يعني كنا تابعنا كيف أنه كل ما تصدر الحكومة الأمريكية قائمة بالعقوبات يسخر الجميع منها، وتحولت الآن من سخرية إلى بطولة مثل ما لاحظت أنه أنصار الله يحتفلون بوضع اسمهم ضمن قائمة العقوبات، خاصة مع أنه الرأي العام الشعبي العراقي والعربي والإسلامي الآن ضد أمريكا وضد تدخلها ودعمها في قضية طوفان الأقصى لإسرائيل. فالموضوع أصبح نوع من البطولة، وبالفعل الآن الأمريكان معزولين هم وإسرائيل، وأي رد فعل من الأمريكان يعتبر بطولة حتى لعصابات ومافيات مثل أنصار الله وبقية العصابات اللي يسموها ميليشيات وأحزاب. يعني ربما يعني يرى بعض المحللين أن بعد اعتراف الخارجية الأمريكية بإخفاق دبلوماسيها في العراق وأن سفارتها ضمن المنطقة الآمنة تسيطر عليها الميليشيات، أنه يمكن أن تضغط هذه المرة الولايات المتحدة أكثر وأن تكون جادة فعليا بتقويض هذا النفوذ، ولا سيما بعد أخذ تعهدات من السفيرة المرشحة الجديدة بأن يعني هذه التصريحات ستكون على محمل الجد في العراق. ما رأيك؟ ما لا أظن، يعني بدليل أنه في كل مرة كان المرشح يكون سفيرا في العراق تخصص له جلسة استماع كاملة مثل اللي يرشح إلى سفير أو سفيرة في إسرائيل ودول مهمة أخرى بالنسبة لمصالح أمريكا. الآن مثل ما لاحظتوا 6 سفراء في جلسة واحدة مرروها بعجالة، لا يريدون أن يتدخلوا في تفاصيل حساسة ومعمقة تؤثر على سياستهم اتجاه إيران والمهادنة مع إيران وحتى مع الميليشيات، لأنه هناك قضية مهمة اللي هي أمن إسرائيل والحفاظ على إسرائيل أمام هذا التحدي الحربي المسلح اللي تقوم به المقاومة الفلسطينية واللبنانيين وبقية المقاومة الإسلامية التي تنتمي إلى إيران أو غيرها. الآن ما يهم السياسة الخارجية الأمريكية هو الحفاظ على أمن إسرائيل، وبعد انتهاء المعركة سيحددون سياساتهم المستقبلية. من واشنطن إذن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات أستاذ كامل حسني، شكرا جزيلا لك.